عن المباراة انت اكتسحت فيها، واحنا عارفين يعني الفرق الكبير ما بين الاهلي وفريق يطلع بره في الامكانيات. في الحقيقة اسم المدير الفني خلال الايام هو وارد جدا بنسبة كبيرة ان شاء الله خلال ايام الاهلي او خلال ساعات كمان ممكن الاهلي يحسم اسم المدير الفني. بالمناسبة مش عايزين نقول معلومة ان ممكن خلال ساعات الاهلي يخلص المدير الفني وخلال ايام الاهلي يخلص، احنا ما حدش عارف الاهلي هيحسم ملف المدير الفني ده امتى. ممكن كمان شويه يقول لك خلاص الاهلي تعاقد مع مدير فني، ممكن بكره ممكن بعده. الموضوع ده عند مين؟ عند المتولين هذا الملف، هم حوالي 3-4 مسؤولين في الحقيقه بيشتغلوا على الملف ده بشكل كامل وجيد وسري جدا 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 زي ما تعودنا يعني من النادي الاهلي في الحقيقه. خلينا نروح للاهرام. الاهرام بتتكلم عن ان الاهلي فاز على اطلع بره بتسعة اهداف وتاهل لدور 32، وطبعا ده شيء كويس وطبيعي وبديهي يعني. مكاسب بالجملة للأحمر، يوسف يقدم الصفقات الجديدة وهاتريك لحسين الشحات، يعني الكلام والتناول في كل الصحف عن مباراة الأمس بشيء أو بشكل طبيعي جدا. لكن عايز أروح للجمهورية واللي بتقول إيه بقى؟ خبر الجمهورية هيكون معاكس لخبر آخر هنقوله مع بعض يعني. بعد مغالاة ماميتش ماليا دوراتي الأقرب لتدريب الأهلي. طيب برضه هنتكلم عن الجانب المادي والمالي الخاص بالنادي الاهلي بخصوص ملف التعاقد مع مدير فني تاني وتالت وعاشر. مش عائق اطلاقا تاني برضه في حدود معينه، بس الحدود دي مش قليله كمقابل مادي او فلوس هتدفع للراجل، لا مش قليله خالص، هيبقى حاجه كويسه او حاطين ليميت كويس جدا جدا للتعاقد مع مدير فني مميز. لكن الجانب المادي غير عائق اطلاقا بالنسبه للنادي الاهلي. دوراتي الاقرب لتدريب الاهلي وارد، هنشوف خلال الايام القليله المقبله. طيب نروح للمصري اليوم وبتقول خبر عكس خبر الجمهوريه، بتقول لك الاهلي يرصد ميزانيه مفتوحه للتعاقد مع المدير الفني الجديد. ده حقيقي في الحقيقه يعني النادي الاهلي راصد ميزانيه، مش عايز اقول مفتوحه برضه، لكن في نفس الوقت ميزانية محترمة للتعاقد مع المدير الفني الجديد ومناسبة كمان. دوراتي يدخل ضمن الترشيحات، وارد جدا يكون موجود في الترشيحات. ناجي يقترب من تدريب الحراس، لسه مش عارفين الموضوع ده هيبقى ايه، لكن كابتن ناجي جه اهلا وسهلا بيه. كابتن طارق سليمان استمر اهلا وسهلا بيه، الاثنين مميزين جدا في هذا الجانب في الحقيقة. وبرنامج خاص لازارو لاعب مهم ايضا برضه. نتمنى لكل التوفيق خلال الفترة اللي جاية مع الفريق. طيب نروح للدستور. الدستور بتتكلم عن ان الفريق راحه وحسم المدير الفني خلال 48 ساعه، وارد. الاهلي يدرس تعيين يوسف مديرا رياضيا، ما عندناش اي معلومه حقيقيه بخصوص هذا التفكير حتى، لكن خليني اقول لحضراتكم ان دي بتبقى اجتهادات. والغاء تعاقد المركز الالماني بسبب ندفد، ما تبلغناش ايضا بحاجه رسمي بخصوص هذا الشان. المركز الالماني هو بيقول لك بسبب ندفد، لان اصابه ندفد خدت وقت طويل شويه وكلام من ده، فبرضه ممكن يكون استنتاج لبعض الصحفيين ان ممكن الاهلي خلاص يفسخ عقده مع المركز الالماني ده عشان اصابات فيها مشاكل مع اللعيبه وكلام من ده. الله اعلم، ما جالناش حاجه رسمي من النادي الاهلي بخصوص هذا الاتجاه، واحنا ما ينفعش نتكلم في حاجه غير لما تكون بشكل رسمي. نروح للوطن. 4 ملايين دولار تفصل الأهلي والألماني ماجات، برضو اجتهادات وكل بيحاول يجتهد وكل بيحاول ان الخبر بتاعه هو اللي يكون صح. برضو بعض الأسماء اللي بيقول ان هي تحت الانتظار، والأساسيون سعداء بالخروج من تشكيل اطلع بره. الأساسيين مش سعداء ولا حاجة يعني، هو موضوع ان هم خدوا راحة، لكن حتى لو كان طلب الجهاز الفني وكابتن محمد يوسف اشراك الأساسيين كانوا هيشاركوا يعني. وفي الحقيقة القائمة كلها أساسيين، انت لما تيجي تبص على قائمة النادي الأهلي كده كل عنصر في القائمه دي لعيب اساسي في حد ذاته، لعيب تقيل جدا جدا، فمش هتعرف الاساسيين مش من الاساسيين يعني، كلهم لاعبين مميزين جدا. نروح للوفد والحديث مستمر عن المدير الفني الجديد. دوراتي يتصدر المشهد بعد مغالاه مجات. الاهلي يفاضل بين المدرسه الالمانيه والبرتغاليه واستطلع راي جوزيه لحسم ملف المدرب الجديد. على فكره موضوع راي جوزيه ده دايما لما الاهلي بيغير مدير فني يقول لك ايه الاهلي بيستطلع راي مانويل جوزيه، ما يعني بنسبه كبيره ما اعتقدش ان ده موجود بنسبه كبيره. الاهلي فاضل بين المدرسه الالمانيه والبرتغاليه، من ضمن المدارس المعروضه على النادي الاهلي بشيء بديهي وطبيعي يعني، المدرستين الكبار في كره القدم. وان دوراتي يتصدر المشهد بعد مغالاه ماجات،
برضو دي كلها امور سابقه لاوانها. اوانها امتى؟ لما النادي الاهلي يعلن ان شاء الله باذن الله بشكل رسمي عن المدير الفني الجديد اليوم السابع. الاهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدرب، باتشيكو خارج الصوره، ومن اول امبارح كده تقريبا كنا قرينا اخبار ان باتشيكو هو الاقرب، دايما هتلاقوا الفجوات دي يعني. كاريرا ينافس زوران وجاريرديو لاسارتي وقع على مخالصه والفريق راح، يعني اسماء كثيره مختلفه، يعني اسماء كثيره مختلفه بيتم تداولها في الاعلام خلال الفتره الحاليه. ووارد تاني، وارد ان في الاخر تلاقوا اسم مختلف تماما عن كل الاسماء اللي موجوده في المشهد دلوقتي، وارد جدا يعني. وهنشوف في الاخر النادي الاهلي هيعلن امتى وعن مين كمدير فني جديد للنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم بالتحديد خلال الفتره الجايه. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، عندنا لسه اخبار كثيره جدا اتكتبت عن النادي الاهلي في المواقع، بس خلينا نروح لفاصل الاول ونرجع نواصل التعليق على هذه الاخبار. يلا بينا.